السلام عليكم، معكم الشيفة مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. حبايبي، اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل السمسمية. أنا مقدمة طريقة ثانية وهاي غير الطريقة. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 1.5 كوب شكر، وضفت له 3 كوب مي، يعني شوية أقل من النص، وخليته على النار. راح أتركه إلى أن يثخن ويطلع فقاعات، يعني يصير ثخين. لازم الشيرة تكون ثخينة حتى تتماسك السمسمية. هنا خليت على جهة على النار، وهنا عندي هاي الطاوة ضفت 3 كوب سمسم. هو محمص، أنا مشتريته بس احتاج لشوية أحمصة حتى تبين الريحة مالته. وهنا بالنسبة للشيرة ضفت لها 1 ملعقة شاي عصير الليمون، او ممكن تضيفون ربع ملعقة شاي ليمون دوزي لان هو يصير مركز. حمصت السمسم على نار هادئة لان قلت لكم هو محمص. هنا من بعد ما سخنت الشيرة وشوفوا تبين فقاعاتها، ضفت لها 1/2 ملعقة اكل مي الورد و1 ملعقة شاي هيل، وهاي حسب الرغبة. وتأكدت انه سخنت، ضفت السمسم المحمص عليها وبقيت أقلبها. بقت الحرارة مشتغلة إلى أن شوية تثخن، يعني تقريبا 4 دقائق إلى 5 دقائق أنا أكون واقفة يمها. ديروا بالكم لا تحترق. وهنا عندي صينية مدهونة، والأفضل أنه نغطيها بورق الزبدة حتى ما تلزق. أنا نسيت أغلف الصينية بورق الزبدة، وغطوها بورق الزبدة أو دهنوها أكثر، يعني بعد دهن هو ماكو مشكلة. يعني أنا بس شفتها شوية لزقت. وهنا من بعد ما فرشتها وهي حارة قطعتها بالسكينة على مود بعدين أقدر أشيلها. هنا كسرتها شوية لينة لأن كانت بعدها دافية. بس بداية الفيديو شفتوني أنا من بعد ما بردت ثاني يوم كسرتها، كانت هشة ومقرمشة. خليتها على حرارة هادئة وقدرت أشيلها وأطلعها وخليتها هنا. هذا شكلها النهائي. جربوها إن شاء الله تعجبكم، وألف عافية. ولا تنسون تسوون لايك للفيديو إذا عجبكم، وتنشرون الفيديو بين أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركون بالقناة إذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الأكلات العراقية.